اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه ثبت وانصر أهل جمعيات